ومرحبا بكم يا اصدقاء، عدنا اليكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون انطباع على لعبه اساسنز كريد فالهالا، اللعبه الجديده اللي من سلسله اساسنز كريد المعروفه جدا. و غادي نديروا لها انطباع، غادي نشوفوا تحليل التريلر ديالها الجديد. فبلا ما نطول عليكم يا اصدقاء، لايك الفيديو الى عجبك، شير مع اصحابك، وما تنساش سبسكرايب. خلينا نشوفوا التريلر ونهضروا عليه من بعد. انجوي. They are heartless. Godless barbarians. And kill blindly. What is the soul of a man? They scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. اذا التريلر كان واعر يا اصدقاء. كما شفتوا في التريلر، هذا دابا اللي هما غادي يكون هاد الشيء في فايكنجز. فهذا اللي كيهضر دابا هو يعني ماشي ضد الابطال ديالنا، ما عندوش معاهم يعني، ما تحملوش على حساب الهضره اللي كيقول. ولكن لما كيبينوا لينا احنا في التريلر، فهاد الشيء كامل اللي كيقول انه كذوب. فاللي كيقول هو تيكون العكس ديال داكشي، كيبينوا لنا العكس ديال داكشي اللي كيقول هو الشخصيه.
الشخصية غادي نعرفوها من بعد شكون اللي كيهضر. بحال بهاد اللقطة قال انه تيقتلوا بالعقل وداكشي، ولكن شفنا هنايا انه شاف مرا يعني مع ولادها الصغار ما قتلوهمش. Lands they will never defend, never love. The time has come. يعني أصدقاء هذا كما شفتوا هذا هو شخصية حقيقية من تاريخ، هذا هو الملك ألفريد أوف واسكس، كان في بريطانيا في القرن التاسع تنظر الحكم. فيعني أنه اللعبة غادي ديروا أنه شرير، فالتاريخ ما كانش يعني كيكتبوا أنه شرير، ولكن التاريخ كان مكتوب يعني بالفيكتوريين، يعني هما اللي كتبوا التاريخ ديالهم، فيعني يقدر يكون داكشي بالصالح ديالهم، ماشي كاع أي تاريخ تيكون يعني بالصح. ففي هاد اللقطة هادي كنشوفوا أصدقاء الباطوات، ضروري الباطو يكون في الفايكينغز. يعني وقتال يا اصدقاء صراحة عنيف شوية من اللعاب ديال اساسنس كريد اللي فاتوا، ولكن ما كتشوف كيضرب بحال ما بقى يعني راس يطير رجلك طير. يعني مول فايكينغز في التاريخ كان معروف عليهم العنف، يعني كي ما بنهضروا لها من بعد. يعني غادي يكون هاز يعني جوج اسلحة في يدو. كنظرو انا كان شي لعاب ديال اساسن كريد، وهاد اللقطة اللي بغيت نهضر عليها ان دابا في هاد اللقطة كما كتشوفو هذا هو اودن. اودن هو احد الالهة يعني ديال الاساطير الاسكندنافية. فاساسن كريد كيجيبوك احداث من التاريخ ديال بصح، فمعرفش انا كيفاش غادي يديرو يعني، هل غادي يدخلو الاساطير مع الاحداث ديال التاريخية، نشوفهم اللي غتخرج اللعبة. اذا هادي اصدقاء هادي قتال مع هاد الانمي هذا العملاق. إذا بغي يقول لك انا ماشي كاع الاعداء غادي يكونوا بحال بحال، كاين شي اعداء غادي يكون اصعب من بعضياتهم، بحال بعدا ضربوا بسيف مع ذلك ما طرالي كيطرالي تجي حاجه. اذا يا اصدقاء انتم كتعرفوا ما يمكنش تكون اساسن بلا ما يكون عندك يس هيدن بليد، ولكن كما كنشوف هذه المره الهيدن بليد كاين فوق من اليد. في لعبة اساسن كريد القديمه كانت تكون تحت من اليد تخرج السلاح ديال الاساسينيشنز. اذا يا اصدقاء التريلر واعر، عجبني انا الصراحه كان زوين. اللعبه غادي تخرج في هوليداي 2020. هوليداي يعني ماشي تاريخ محدد، يقدر يكون يعني من شهر 10 شهر 11 شهر 12. ف بري اوردر باش تحصل على اضافه جديده اللي هي The Way of the Berserker Kingdom. Berserker هاد التسمية جاية من ديال الفايكينغز، أن الفايكينغز كانوا كيلبسوا الجل ديال الحيوانات، وكي يعني كما كيقولوا كيبقاو يقتلوا يعني كيتصرفوا بحال الحيوانات، يعني كيبقى يقتل يعني بلا ما يحس. فيا أصدقاء كان هذا هو الانطباع ديالنا ديال لعبة Assassin's Creed Valhalla. فبلا ما تحرمونا من الدعم ديالكم، لايك الفيديو إلا عجبك، شير مع صحابك، وما تنساش تسبسكرايب. Have an awesome day.